نروح لترند الاهلي ونشوف اهم وابرز الاخبار اللي تم تناولها على السوشيال ميديا، ونبتدي بالوطن سبورت واللي بيتكلموا على ان او عن خطه مدرب الاهلي لانتزاع الفوز من الاتحاد المنستيري في المباراه المقبله، وثلاث لاعبين مفاجاه، وبيتكلموا على مين بقى؟ بيتكلموا على حسام حسن، وبيقولوا ان استقر كولر على مفاجاه الاتحاد المنستيري بحسام في الخط الامامي بعد ظهوره الاخير بمستوى جيد خلال المباريات الوديه. ده حقيقي، هو خلال المباريات الوديه كان كويس جدا، بس مش شرط تلاقي حسام حسن هو اللي ابتدى. في المقابل تطرقوا لشادي حسين، كما ابدى كولر اعجابه باداء شادي حسين، ده اللي مكتوب في الخبر، وهو فعلا في اعجاب بشادي وفي اهتمام كبير جدا بالتحديد خلال الساعات الاخيره وتدريبات النادي الاهلي هناك في تونس بشادي، ربما نشوفه في التشكيل الاساسي، هنشوف، على ان يدفع به امام الاتحاد المنستيري وفقا لتغييرات المباراه، خاصه ان فرص محمد شريف ممكن تكون ضعيفه، وده هيكون شيء منطقي لان محمد شريف كان بعيد بقاله فتره بسبب الاصابه، ويا دوبك لسه راجع بقاله 10 ايام تقريبا للتدريبات او اقل كمان. طاهر محمد طاهر من ضمن الناس اللي ممكن يبتدوا في التشكيل الاساسي طبقا للمكتوب في الوطن سبورت، وان عنده افضليه على حساب برونو سافيو، لكن ممكن في الاخر تلاقي برونو سافيو اللي بيلعب، لان مش شرط برونو سافيو يلعب كجناح ايسر، مش شرط خالص، ممكن تلاقيه في مركز 10 جناح ايمن، الله اعلم بقى، دي كلها رؤى فنيه تخص المدير الفني الحالي للنادي الاهلي مارسيل كولر. طيب تعالوا نخش الخبر اخر، وعمرو سليه وبيتكلم على استعداده للتحدي الافريقي من خلال حسابه الرسمي على تويتر، واللي نشر من خلاله فيديو لابرز لقطاته واهدافه مع النادي الاهلي في الدوري ودوري ابطال افريقيا ومع منتخب مصر كمان، وكتب جاهز لبدء التحدي الافريقي الجديد لدينا. طيب نروح كمان لكورة بلس، والأمين العام للاتحاد المنستيري ليه تصريحات بيقول نرجب أن تكون مواجهتنا مع الأهلي أو أمام الأهلي تاريخية. بالنسبة لهم هو ده طبعا السيد أمير الحزيم اللي هو الأمين العام للاتحاد المنستيري، بيقول لك يعني تكون مواجهة تاريخية أكيد لازم يتخللها روح رياضية، ده طبعا أمر مؤكد بإذن الله، لأن أكيد العلاقات ممتازة في كل الأحوال ما بين الشعب المصري والشعب التونسي والأهلي ومختلف الأندية التونسية، وده أهم شيء بالمناسبة في المباريات اللي زي دي. لكن هو قصده إيه؟ قصده أن المواجهة تكون تاريخية، بالنسبة له مش هتكون تاريخية غير لو تخطوا عقبة الأهلي في هذا الدور وتأهلوا، في المفاجأة هتكون كبيرة قوي، الله لا يقدر لو حصلت أن هم يوصلوا للمجموعات في أفريقيا على حساب النادي الأهلي، إن شاء الله مش هتكون مباراة تاريخية ولا حاجة بالنسبة لهم، والأهلي يكون موفق ويتخطى عقبة صعبة جدا هي عقبة الاتحاد المنستيري. طيب اليوم السابع ولسه مع تصريحات امير الحزيم، واللي بيقول ان الاتحاد المنستيري اتفق على ان 8000 مشجع تونسي هيكونوا موجودين امام النادي الاهلي، في المقابل الاهلي هيكون عنده 200 تذكره للمشجعين اللي بينتموا للنادي الاهلي اللي ان شاء الله يكونوا بيحضروا هذا اللقاء، وايا كان عدد المشجعين اللي موجودين مع النادي الاهلي في هذا اللقاء اكيد بيكونوا مؤثرين جدا وليهم دور في مختلف المباريات سواء قليلين او بشكل كبير، لكن التذاكر محدده بالنسبه للاهلاويه في الماتش ده 200 تذكره فقط. كوره 11 وحسابه على تويتر، قبل مباراه الغد حارس المنستيري التونسي يتسلح بالملعب ويضع الخطه المثاليه التي ينوي الفريق الاعتماد عليها من اجل الاطاحه بالمارد الاحمر في دوري الابطال. وهم هنا بيتكلموا على ان الحارس البشير بن سعيد حارس مرمى الاتحاد المنستيري قال بعض التصريحات، وقال ان جميع اللاعبين مستعدين ويشعرون بالمسؤوليه من اجل الدفاع عن فرص تاهلهم على حساب النادي الاهلي. خلال التدريبات بنركز على معالجه نقاط الضعف اللي ظهرت في مباراتنا الوديه قدام الترجي، وسنظهر بقوه قدام الاهلي. الناس بيحاولوا يخلقوا لنفسهم دوافع قويه جدا، خصوصا اكبر دافع ان انت بتلاعب النادي الاهلي اهم فريق في افريقيا. فده بخصوص تصريحات حارس الاتحاد المنستيري.